مساء الخير وتحية لكل مشاهدي تلفزيون المستقبل. حلقة جديدة من برنامجكم الرياضي فيوتشر سبورتس، رح اترافق بتقديمها أنا وزميلي محمود. مساء الخير. مساء الخير لك فارس، وتحية لكل اللي عم بتابعونا. أخبار رياضية عديدة ومتنوعة بحلقتنا لليلة، والبداية من طرابلس. مطرح ما تواصلت الجهود لإعادة دورة الحياة لعاصمة الشمال وإشاعة أجواء الفرح والطمأنينة عبر يوم رياضي ترفيهي. شارك أكثر من 30 ألف مواطن في مهرجان الفيحاء الرياضي اللي نظمته ثانوية روضة الفيحاء في طرابلس. انطلق ماراثون الركض من أمام مقر الثانوية عند المدخل الجنوبي لطرابلس بمشاركة وزير العدل اللواء أشرف ريفي والنائبين معين المرعبي وخضر حبيب ورئيس اتحاد بلديات الفيحاء الدكتور نادر الغزال ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة توفيق دبوسي وقائد الفوج السيارة الرابع المقدم خالد سببسي والمشرف العام على جمعية العزم الدكتور عبد الإله ميقاطي ورئيسة ماراثون بيروت ميل خليل. وتولى ريفي إعطاء إشارة الانطلاق وقال: نشارك في هذا المهرجان الرياضي الكبير لأوجه الشكر لإدارة ثانوية روضة الفيحاء على النشاط الرياضي وكل المشاركين والمساهمين في أي جهد، ولأقول بأن طرابلس بدأت تعود إلى حياتها الطبيعية وأن الدولة عادت إلى طرابلس وطرابلس دائما مع الدولة، واليوم تترجم هذا الموقف بشكل ملموس وأوضح. وأدعو كل الطرابلسيين ليعودوا إلى حياتهم الطبيعية، كما أدعو الجميع من مختلف مناطق الشمال ومناطق لبنان كافة لزيارة طرابلس لأنها عاصمة الثانية وهذه حياتها وطبيعتها كما نراها اليوم، مدينة السلام والوفاق والتعايش. اليوم ما كلنا قلبنا على الشمال ورح يضل كمان كل لبنان قلبه على الشمال. الرياضة تبقى رسالة كتير كتير مهمة، واللي عم نشوفه اليوم عم نشوف كيف الألوان كلها عم تتوحد برسالة واحدة اللي هي تجاه محبة طرابلس والأمان والاستقرار بطرابلس. كانت أول شيء خطة أمنية، حاليا بخلال أيام معدودة جدا حنشوف ورش لجان التخمين من الجيش اللبناني لتعويض على كل المتضررين بجبل محسن وباب التباني. الخطوة الثالثة هي قصة إطلاق خطة نهوض اقتصادية قريبة لطرابلس إن شاء الله. بقول شكرا للجميع، بدعي الشيخ سعد الحريري إلى أن نجعل مثل ما رفيق الحريري جعل بسوليدير بيروت بخطوط تماس منطقة سوليدير نموذجية لجعل شارع سوريا في ما بين جبل محسن وبين باب التباني. بدوره الغزال في ذكرى 13 نيسان ذكرى الحرب الأليمة، أتت طرابلس من كل مناطقها وأحياء لتقول لا للحرب نعم للسلم. والملاحظ أن الماراثون قد تحول إلى عرس طرابلسي، واليوم تؤكد طرابلس محبتها للحياة والسلام وبدأت تلمس تباشير الخطة الأمنية وتحقيق الأمن والأمان، وهذا مطلب الجميع لعودة الحياة إلى المدينة اقتصاديا واجتماعيا ومعيشيا. من ثم كانت كلمة للدبوسي، قال أنه لقد مر على البدء بتنفيذ الخطة الأمنية في المدينة حوالي الأسبوعين، ومن خلال هذا المهرجان يقول الجميع بأنهم مؤمنون بوطنيتهم وإنسانيتهم، ويوجه تحية شكر وإكبار لكل الذين شاركوا وساهموا بتحقيق هذا السلام والأمن الذي ننعم فيه جميعا. ومن بعد المشرف على تنظيم المهرجان دكتور محمد كمال الدين، نظرا لكثافة المشاركين وقبيل الانطلاق أجريت قرعة لسحب أسماء الفائزين الذين حصلوا على جوائز قيمة كمنح مدرسية وجامعية. رح نتابع نحن وياكم، بس هالمرة رح ننتقل لدوري الفوتبول والمرحلة 18 أو السابعة إيابا. ومحمود، المنافسة بلشت تقوى كتير كتير، كان بأعلى الترتيب أو بأسفل الترتيب، والبداية مع مباراة الاجتماعي وطرابلس. الفريقين من طرابلس وكانوا عم يتقابلوا بمباريات مهمة كتير، خاصة لفريق الاجتماعي اللي وضعه بالترتيب منه جيد أبدا. مباراة جرت على ملعب طرابلس البلدي وحوالي 500 متفرج كانوا عم يتابعوا المباراة، وبهالمباراة رح يتمكن فريق طرابلس أنه يفوز بنتيجة 2-0 على فريق الاجتماعي. فريق طرابلس عم بحسن وضعه أكثر وأكثر بالترتيب، وفريق الاجتماعي كان مطالب بتسجيل على القليلة 3 نقاط بهالمباراة، لأنه مثل ما قلنا الوقت عم بمر، الدوري قرب ينتهي، وحاليا الاجتماعي بالمركز الأخير. مباراة مثل ما شايفين ما رح يتمكن حدا بالشوط الأول أنه يفتتح التسجيل لغاية الشوط الثاني، مع فرص كانت بالجملة للفريقين. وبالشوط الثاني عبد الرحمن عكيري بيتمكن أنه يفتتح التسجيل 1-0 لفريق طرابلس، وقت استفاد من خطأ ارتكبه مدافع الاجتماعي وسام رفاعي وقت جرب يرجع الكرة براسه لحارس المرمى، وضاعف العكيري نفسه بدقيقة 65 النتيجة بتسجيله الهدف الثاني.
لتنتهي المباراة بنتيجة 2-0، ومثل ما شفتوا كمان كان في طابة تانية بالملعب، ومنيح ما كان في طابة ثالثة كمان، فهيك المباراة عم تنتهي بنتيجة 2-0. الاجتماعي وضعه عم بيزيد أكثر وأكثر صعوبة بآخر الترتيب بالنسبة لبطولة لبنان لكرة القدم. فريق المبرة كان عم يستقبل فريق السلام على ملعب العهد طريق المطار، وهو عم يأمل بتحقيق الفوز على ضيفه ليضرب عصفورين بحجر واحد، خصوصا وأنه المبرة كان قبل هالمباراة بالمركز الـ11 خلف السلام العاشر بفارق نقطة وحدة بس. فريق السلام باللباس الأحمر سنحت لمهاجمي عدة فرص بالشوط الأول، إنما حارس المبرة كان بالمرصاد لينتهي الشوط الأول بالتعادل من دون أهداف. بالشوط الثاني هون شوفوا هالفرصة، انفراد بحارس المرمى رح ينجح المهاجم محمود مرعوش بتخطي الحارس ووضع الكرة داخل الشباك ليتقدم السلام 1-0. ومن هالكرة طبعا ما رح يقدر يستفيد فريق المبرة مع تألق الحارس. هون هجمة جديدة للسلام ولكن تسديدة خارج الشباك. بالدقيقة 92 بالوقت المحتسب بدل عن ضايع رح ينجح فريق المبرة بتسجيل هدف التعادل عن طريق السوري محمد منصور. كمان مباراة مهمة كتير لفريق التضامن سور، وقت كان عم بيواجه فريق لخاء الأهلي علي، مباراة أيضا ضمن المرحلة 18 ورح تنتهي بالتعادل السلبي 0-0 على ملعب الصفا بوطن مصيد، بمباراة من دون جمهور بقرار من القوى الأمنية. يعني كان في محاولات من الفريقين، وفريق التضامن سوري اللي عم بيلعب كان وعم بجرب على الأقل ياخذ نقطة، إذا مش ثلاث نقط يطلع بنقطة، لأنه يمكن النقطة بنهاية البطولة تخليه يبقى بالدرجة الأولى. فلسبب مباراة كانت متقاربة بين الطرفين، اللي خال أهلي علي يلي عم يلعب لتحسين مراكز مش أكثر، وفريق التضامن سور مثل ما قلنا عم يلعب ليجرب يهرب من خطر الهبوط لدرجة تانية. منتابع مع الأسبوع 18 من الدوري اللبناني للفوتبول والمباراة اللي جمعت فريقي الراسينج والساحل على ملعب الرئيس الشهيد رفيق الحريري بصيدا. أول أهداف المباراة ما رح يتأخر كتير، وهالشي رح يحصل بعد مرور 8 دقائق عبر ركلة هالجزاء اللي بسددها لسينا سورو على يمين الحارس. إذن حارس المرمى هون عم يتصدى لركلة جزاء، إنما بالجهة المقابلة لصالح فريق الساحل كانت، ولكن ما رح يتمكن الساحل من الاستفادة منها. الساحل رح يضغط فريق الراسينج عفوا أيضا، ولكن تسديدة بول روستوم عم تصطدم بالعارضة. وبالدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل عن ضايع بالشوط الأول رح يدرك الساحل التعادل عن طريق علي غليوم. وهالشي ما بعرف فارس، يعني فريق الراسينج بمرحلة الإياب ما حقق ولا فوز بعد ما كان بمرحلة الذهاب فريق مميز جدا بهالبطولة هالموسم. لفريق الراسينج كان عنده فرصة محمود إنه يعمل بطل لبنان للمرة الرابعة بتاريخه، بعدها يعني الأمال موجودة بس صحيح عم بتقل أكثر وأكثر. صحيح، مع وجود فريق الصفا والنجمة بالمنافسة ما رح يكون الوضع سهل. إذن يعني المباراة عم تنتهي 1-1 ونقطة لكل فريق. كمان ما بننسى فريق الراسينج عدنان ملحم بعده هداف الدوري بالرغم من غيابه تقريبا عن آخر ثلاث مراحل عن فريقه بالدوري بسبب الإصابة. النجمة والعهد، النجمة اون فاير بكأس الاتحاد الآسيوي بالدوري اللبناني كان عم بيواجه فريق العهد، ومثل ما شايفين جمهور فريق النجمة يلي وقف على باب ملعب مدينة كمين شمعون الرياضية وقدم الورد لقيادة الجيش اللبناني، يلي أكيد قرار الجيش كان بمنع دخول جمهور فريق النجمة للملعب بسبب الوضع تعرفوا الأمني وغيره. فكانت مبادرة حلوة من جمهور فريق النجمة والمباراة اللي صارت بغياب الجمهور. النجمة والعهد على ملعب مدينة كمين شمعون الرياضية ببيروت مع أرضية ملعب ممتازة مثل ما شايفين، وفريق النجمة يلي رح يتمكن انه يفتتح التسجيل من بعد هالفرصة يلي عم تشوفها نحن وياكم، وكمان فريق العهد يلي عم بخلص الكرة عن خط المرمى. فريق النجمة رح يضغط أكثر وأكثر سعيا لثلاث نقاط هالمباراة، خاصة بعد تعادل فريق الراسينج ركلة جزاء بنالتي
عباس عطوي كابتن الفريق راح يتصدى للبنالتي وراح يتمكن انه يفتتح تسجيل بمرمى الحارس محمد سانتينا. يعني هيك حالات عم نشوف ركله جزاء عم يعترض عليها فريق العهد، فريق النجمه كان عم بيتابع هون، بس الحكم كان عنده راي اخر واعتبر انه في ركله جزاء بنالتي لصالح فريق النجمه. عباس عطوي ما راح يضيع هالفرصه ابدا ليمنح التقدم 1-0 لفريقه بالدقيقه 30 من المباراه بعد مرور نص ساعه على بدايه اللقاء. فاذا النجمه 1 العهد 0 من بعد ما اصطدمت الكره بمدافع فريق العهد. اكيد تيو بكر راح يكون مبسوط كثير، وفريق العهد يلي راح يتمكن انه يعدي النتيجه عن طريق علي الاتيد بالدقيقه 80، يعني قبل نهايه المباراه تقريبا ب 11 دقيقه. تيو بكر منه راضي ابدا حتى بعد المباراه بقي قاعد، ومباراه راح تنتهي بالتعادل فينا نقول الايجابي 1-1، وهيدي تعتبر يعني خساره لفريق النجمه. ليش خساره؟ لانه بالصراع على اللقب ما لازم ابدا بهيك مباريات حدا يضيع ولا نقطه. مباراه كانت عم تصير اليوم بختام المرحله 18، كانت عم تجمع فريقي الصفا والانصار. الصفا مطالب بالفوز ليخلي على اماله بالمنافسه اكثر واكثر على لقب بطوله لبنان. مباراه بيناتهم كان عم يتمكن فريق الصفا انه يفوز بصعوبه على فريق الانصار يلي نجح هون الصفا وعن طريق حمزه سلامي. حمزه سلامي كان نجم اللقاء على ملعب بيروت البلدي. حمزه سلامي راح يتمكن انه يفتتح تسجيل 1-0 من هالكره داخل الشباك. فرحه للاعبي فريق الصفا بهدف التقدم 1-0، والجهاز الفني والاداريين يلي كانوا عم يتابعوا المباراه من المنصه الرئيسيه. الشوط الاول بينتهي بتقدم فريق الصفا. لحد هون الصفا عم يرفع رصيده ل 35 نقطه من بعد ما كان رصيده 32 نقطة. الأنصار بالهجوم، وبرنس رح يتمكن انه يعدل النتيجة 1-1، كان بعد باقي تقريبا 9 دقائق على نهاية المباراة. الصفا بينزل رصيده ل 33 نقطة، بس حمزة سلامة وبعد خطأ من حارس مرمى الأنصار رح يتمكن انه يسجل هدف الفوز ليرجع يقلص الفارق قدام النجمة لنقطة واحدة بس. وهيك بطولة لبنان عم تشتعل أكثر وأكثر بين 4 فرق بالترتيب. خلينا نشوف كيف أصبح ترتيب الفرق بنهاية الجولة 18. فارس النجمة بعده بالصدارة مع 36 نقطة، يلي الصفا 35، الراسنج بالمركز الثالث مع 33 نقطة، العهد بالمرتبة الرابعة مع 33 نقطة أيضا، شباب الساحل بالمركز الخامس 28 نقطة، والأنصار بالمركز السادس مع 21 نقطة. السابع هو فريق طرابلس 22 نقطة، إخاء الأهلي علي بالمركز الثامن مع 19 نقطة، تضامن صور 16 بالمركز التاسع، ونفس الرصيد من النقاط عم يحصل عليه سلام زغرتا بالمركز العاشر. بالمرتبة 11 المبرة مع 15 نقطة، والاجتماع بالمركز 12 والأخير مع 10 نقاط. كيف رح بيكون برنامج الأسبوع 19 من بطولة لبنان للفوتبول؟ قمة نارية ما بين الصفا والنجمة على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية الساعة 3:30، وأيضا طرابلس رح يستقبل السلام زغرتا على ملعب الرئيس الشهيد رشيد كرامي بطرابلس أيضا الساعة 3:30، وبنفس التوقيت المبرة رح يلعب مع لخاء الأهلي علي على ملعب العهد طريق المطار. تضامن صور بيستقبل الاجتماعي بملعبه بلدية صور. ضمن الجولة 19 أيضا بيلتقي شباب الساحل مع العهد على ملعب الرئيس الشهيد رفيق الحريري بصيدا بتمام الساعة 3:30، والأنصار بيستقبل الراسنج بقمة أيضا لقاء صعب للراسنج على ملعب بيروت البلدي. هيك محمود بنكون وصلنا لختام صفحة الفوتبول، وبيبقى عنا أخبار متفرقة محلية. إذن أقام قطاع الرياضة بتيار المستقبل منسئية جبل لبنان الجنوبي دورة رياضية ترفيهية بألعاب القوى لأطفال المدارس ما بين 8 و10 سنوات على أرض ملعب جبل سويد بمنطقة شحيم. شارك بهالدورة حوالي 100 لاعب توزعوا على 12 فريق من عدة مدارس بالمنطقة. وبعد انتهاء فعاليات الدورة
قام منسق عام قطاع الرياضة الأستاذ والزميل حسام زبيبو بتوزيع الشهادات والدروع التذكارية للمشاركين، وذلك بحضور منسق وأعضاء مكتب القطاع بجبل لبنان الجنوبي وعدد من أعضاء المنسقين. هون صورة تذكارية عم بتكون أكيد لكل يلي شاركوا، وحفل التكريم والجوائز والشهادات لكل الأولاد. تعرف محمود يعني هيك نوع من الشهادات أو حتى ميدالية صغيرة تعطي حافز، يعني الولد وقت شوف عم بتكرمه بأي نوع من التكريم بحس وكأنه يمكن ملك الدنيا خلص صار. صحيح، خصوصا بهالعمر فارس قديش بتكون مهمة للأولاد، وطبعا تجميع الأطفال بهالسن لحتى يتعودوا على ممارسة الرياضة والمنافسة الشريفة بيناتهم شغلة كتير مهمة نتأمل نشوفها بكل المناطق. صحيح. الخبر الأخير المحلي برعاية السيدة بهية الحريري، نظم نادي تايجرز الرياضي بشمون حفل تكريم أبطال النادي المشاركين ببطولة لبنان الحيزين على ميداليات المركز الثاني والثالث، وهالشي بحضور رئيس اتحاد الكيك بوكسينج عم تشوفه قدامنا الأستاذ عبد الرحمن الرئيس وممثل عن وزارة الشباب والرياضة، وبحضور لاعبين نادي وأهليهم، وتم تسليم اللاعبين الميداليات والشهادات. وهالشي أكيد كمان مرة بذكر برعاية السيدة بهية الحريري، يعني كمان هيك نوع من الرياضة كمان رح يكون حافز كتير كبير لكل هالأبطال. بدي ذكر أنه فيكم تتواصلوا معنا دايما عبر صفحاتنا على الفيسبوك وتويتر، ولمتابعة آخر الأخبار الرياضية عبر موقعنا www.futuretvnetwork.com/sport، وفيكم تحضروا كل حلقات Future Sports عبر الموقع www.futuretvnetwork.com. بريك عليني ومن بعدها منتابع. مرحب فيكم من جديد ومنتابع مع فيوتشر سبورتس. وحقق بروسيا دورتموند فوز كبير ومعنوي على ملعب خصمه اللدود باير ميونخ بثلاث أهداف من دون مقابل بقمة الجولة 30 من الدوري الألماني للفوتبول اللي صارت على ملعب أليانز أرينا إذن بميونخ. سجل أهداف دورتموند كل من الأرمني هنريك مختريان وماركو ريوس وجوناس هوفمان على التوالي. البايرن كان حسم لقب البطولة بالجولة 27، ولكن الصراع عم يحتدم بين دورتموند وشالكي على المرتبة الثانية. الخسارة ترافقت مع إصابة حارس البايرن الأول ومنتخب ألمانيا مانويل نوير واستبداله بالحارس الناشئ لوكاس ريدر بين الشوطين. إصابة نوير أقلقت إدارة وجمهور الفريق البافاري، خصوصا وهي جاءت قبل المواجهتين مع ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا. كيف أصبح ترتيب فرق الصدارة؟ إذن البايرن اللي حسم اللقب بالمركز الأول مع 78 نقطة، دورتموند تاني مع 61 بفارق 3 نقاط عن شالكي، باير ليفركوزن بالمركز الرابع مع 51 نقطة. نقطة التحول كانت بإسبانيا وقت فريق جرانادا عم يحرم برشلونة من صدارة الليغا ولو مؤقتا، وتغلب عليه 1-0 بالمباراة يلي أجريت بيناتهم وضمن مباراة أسبوع 33 من دوري الإسباني. بهالنتيجة تجمد رصيد برشلونة عن 78 نقطة بالمركز الثالث، وارتفع رصيد جرانادا ل 37، خاصة أنه ريال ربع على ألميريا 4-0 وقدر يقفز فوق برشلونة بفارق نقطة بس. مع فوز أتلتيكو مدريد عم يرجع أتلتيكو للصدارة مرتاح بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسي. فريق أتلتيكو مدريد فارس كان عم بيواصل مشواره بثبات نحو إحراز لقب الدوري الإسباني بفوز صعب خارج أرضه على ختافي بهدفين دون رد بالمباراة اللي أقيمت مساء الأحد
على ملعب خارج أرضه على ملعب ختافي بمدريد، وهالمباراة شهدت إصابة نجم وهداف الفريق دييغو كوستا اللي ربما ما رح يقدر فارس أنه يشارك بكأس العالم مع المنتخب الإسباني. أتلتيكو مدريد إذن بالمركز الأول مع 82 نقطة، بالمرتبة الثانية ريال مدريد مع 79، برشلونة تراجع للمركز الثالث مع 78 نقطة، أتلتيك بلباو رابع مع 59 نقطة. الأنظار كلها رح تتجه مساء الأربعاء 10:30 بتوقيت بيروت لنهائي كأس إسبانيا بين برشلونة وريال مدريد، خاصة أنه في أخبار بتقول يمكن ما يشارك كريستيانو رونالدو بهالمباراة بسبب الإصابة، علما أنه ريال وصل للنهائي من دون ما يدخل مرمى أي هدف. تقرير من تابعه سوا. سهل برشلونة مشواره بكأس إسبانيا بفوز كبير على كارتاخينا ذاهبا خارج ملعبه بأربع أهداف لهدف وبثلاث أهداف لصفر بالكامب نو بمباراة الإياب. بدور ال 16 أمطر برشلونة شباك ختافي بأربع أهداف لصفر بمباراة الذهاب، وإيابا ربح أيضا 2-0. وما اختلف الوضع كتير بمباراة دور الثمانية وأتغلب على ليفانتي ذاهبا 4-1 قبل ما يتغلب عليه أيضا بمباراة الإياب 5-1، بس الوضع كان صعب بالنسبة للاعبين برشا بدور نص النهائي قدام ريال سوسيداد، ففاز ذهابا البرشا 2-0، وبمباراة الإياب عم تنتهي المباراة بالتعادل 1-1. أما بداية ريال مدريد بالبطولة فكانت أكثر تواضعا، وتعادل سلبا مع فريق أولمبيك بدور 32 قبل ما يحسم التأهل بفوزه 2-0 بمباراة الإياب، بس الأمور مشيت على شكل كتير منيح مع الفريق الملكي بدور 16 وأتغلب على أساسونا 2-0 ذهابا و 2-0 إيابا. وبدور 8 ريال مدريد غلب على إسبانيول ذهابا 1-0 قبل ما يكرر نتيجة نفسها بملعبه على ملعب سانتياغو برنابيو، وحقق الريال أكبر نتيجة له بالبطولة هالموسم على أتلتيكو مدريد وأتربع عليه ذهابا 3-0 قبل ما يزيد 2 بمباراة الإياب، ليثأر بهالشي من الهزيمة اللي تلقيها قدام أتلتيكو مدريد بنهائي النسخة الماضية من البطولة. أكد ليفربول مجددا أن المرشح الأوفر حظا للفوز باللقب الغائب عن خزائنه من 1990 بعد ما تخطى أبرز منافسي مانشستر سيتي 3-2 على ملعب أنفيلد بالمرحلة 34 من البريمير ليج. وواصل فريق المدرب الإيرلندي الشمالي براندن روجرز مسلسل انتصاراته بتحقيقه فوزه العاشر على التوالي، كما حافظ على سجله الخالي من الهزائم للمباراة الخام 15 على التوالي. ليفربول بالصدارة مع 77 نقطة بفارق نقطتين عن تشيلسي، مانشستر سيتي بالمركز الثالث وهو بيملك مباراة مؤجلة مع 70 نقطة، إيفرتون رابع مع 66 وأرسنال خامس مع 64 نقطة. بالختام محمود بدي أذكر أنه فيكم تتواصلوا معنا مشاهدينا دايما عبر صفحاتنا على الفيسبوك وتويتر، ولمتابعة آخر الأخبار الرياضية عبر موقعنا www.futuretvnetwork.com/sport، وفيكم تحضروا كل حلقات فيوتشر سبورتس عبر الموقع www.futuretvnetwork.com. لهون محمود بنكون وصلنا لختام حلقتنا من فيوتشر سبورتس. انا بدي اشكرك وبدي اتمنى لك ليله هاديه واحلام سعيده، ولكل المشاهدين نلتقي معكم على راد الخميس المقبل، والى اللقاء.